وسط مقاطعة ورفض فلسطيني تنطلق في المنامة أعمال ورشة البحرين لبحث الشق الاقتصادي من خطة السلام الأمريكية المزمعة والمعروفة باسم صفقة القرن. المرحلة الأولى من خطة الرئيس دونالد ترامب تنطلق في البحرين تحت اسم السلام من أجل الازدهار في مؤتمر يصفه البيت الأبيض بأنه محاولة لضخ 50 مليار دولار من الاستثمارات في المنطقة. ويوصف الاجتماع والذي يستمر ليومين بأنه الجزء الأول من خطة واشنطن السياسية الأوسع والتي سيتم الكشف عنها لاحقا. وفي ظل موجة من الغضب في الأراضي الفلسطينية، قال مسؤولون فلسطينيون إنهم سيقاطعون المؤتمر الذي يعتبرونه انحيازا أمريكيا لإسرائيل، وأنه يركز على الجانب الاقتصادي وليس السعي لإقامة دولة مستقلة. وانتقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس عقد مثل تلك الاجتماعات مؤكدا أن الشق السياسي هو الأهم والذي يجب أن يتم وفقا للشرعية الدولية وحل الدولتين. كما جددت حركة حماس رفضها لورشة البحرين وما باتت تعرف بصفقة القرن التي وصفتها بالمؤامرة. نعلن رفضنا لصفقة القرن ولمؤتمر البحرين، ونتعهد بالعمل على إسقاط هذه المؤامرة، ونؤكد عروبة القدس وفلسطين وحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم التي هجروا منها. من جانبها اعتبر جيرد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي أن منغهضة خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط من قبل الجانب الفلسطيني خطأ استراتيجي على حد قوله. وشدد كوشنر على عدم إمكانية تطبيق الخطة الاقتصادية بدون سلام واستتباب للأمن، لافتا إلى أن الجانب السياسي من الخطة سيتم إعلانه في الوقت المناسب. وسبق ورشة المنامة تحركات سياسية عديدة اتخذتها الإدارة الأمريكية غيرت تماما ملامح السياسة الأمريكية القائمة منذ سنوات خلت للتمهيد لخطة السلام المزمعة.